الرجب من جهه اليسرى يدخل مدخل الجزائر يسدد الكره تصدم بالدفاع تصدم بسيف الدين المجري وتخرج الكره امامكم لاعب ممتاز جدا. الركنيه الاولى للعمران ويدخل الدفاع على الهدف الاول والهدف الاول ممتاز وممتاز جدا في الدقيقه السادسه المدافع على ما اظن حافظ بحوش على ما اظن على كل حال يعني الاعاده بعد لحظات كنت كما قلنا يعني راسيه ممتازه جدا. اللاعب امامكم رقم 17 ايهاب بن رجب في الدقيقه السادسه. الركنيه طبعا من طبعا احمد البيجي وإياب بن رجب يعني وراء الركنيه وهو ايضا يسجل هدف للشبيبه الرياضيه بالعمران دقيقه سادسه. اذا تقير النتيجه هنا في الملعب طيب العمران هدف مقابل غرايري من الجهه اليسرى توصل الكره لرقم 11 اياد الحاج خليفه المهاجم حلو يدخل مدخل جزائي خطيره على دفاع عمران ودخل الحارس مره اولى مره ثانيه ومازال فقط. الركنيه الثانيه لشبيبه العمران لكن هذه المره على 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 يسار الحارس السويسي ويدخل الدفاع ومازال الضغط. على كل حال تتنفذ الكره وخرج بدون عنوان في الحقيقه تخرج ضربه مرمى الايمن. على كل حال تعود يعني حمزه الربعي وننتظر التنفيذ وتنفذ ونرجب ايهاب بن رجب يحاول يدخل مدخل الجزائر ويدخل ويوزع وتصدم الكره ممتاز. علاء الحمداني ممتاز جدا يعمل مراوغ ممتاز جدا تمريره ممتازه كالعاده حافظ بحوش في اتجاه احمد البيجي وزع وتدخل من سيف الدين المجري ممتاز خارج الكره. ركنيه توصل لعلاء ومازال تختار على دفاع شبيبه العمران الاحتفاظ بالكره ومازال الضغط على دفاع شبيبه العمران وراسيه ولكن خارج الليتار تتنفذ المخالفه والكره ودخل الدفاع مازال فقط على الدفاع على شبيبه العمران ودخل الحارس ممتاز الحارس منتصر السيد ليش احمد الباجي في اتجاه طبعا ياسين الصالح وفرصه والهدف الثاني هدف الثاني لشبيبه العمران واحد اثنين. شوفوا التمرير من ال 29 طبعا في اتجاه الكره في اتجاه شكون الرقم 17 على ما اظن ايهاب بن رجب يعني ايهاب رجب وكانه سجل هدفين لشبيبه العمران. على كل حال هدف في دقيقه 38 ممتاز جدا هذا اللاعب كما قلنا هدف ثاني يضيفه ايهاب بن رجب بعد تمريره ممتازه من شادي من طبعا لاعب شبيبه العمران اللي هو طبعا ياسين المزميزوني ممتاز جدا. علاء الحمداني ايش باش يعمل ما توصلش الكره لفراس السكوحي او مش هو باش ينفذ المخالفه انا ندري هل هو ام لا وهو طويله وممتاز جدا يدخل الحارس منتصر السيد كانت كره مباشره. ياسين المزوغي من جانب شبيبه العمران على يسار الحارس بلال السويسي ويدخل الحارس ممتاز الجهه اليمنى يا بن رجب تعود الكره يسدد تصطدم بالعارضه الكره اصطدمت بالعارضه والهجوم لشبيبه العمران فرصه او طبعا الحبيب الغرايري والكره ياخذها بسهوله على الحمداني الطويله في دفاع شبيبه العمران ويدخل ممتاز عمر الزويقي خرج الكره للتماس وجندوبه رياضيه صفر مقابل صفر رادس قربه هدف مقابل صفر تقدم لقربه ايضا الريانة كره مازال الضغط لدي حمام ملف التسديد ممتاز والكره خارج الاطار. علاء الحمداني الاقرب في تنفيذ المخالفه يصوب الكره في دفاع شبيبه العمران ولمسه تدي شق الحكم مازالت الكره ورقم 30 شادي القاسم يطلب في الاحتفاظ بالكره اتجاه احمد البيجي باش يوزع والتدخل ممتاز. طبعا نذكركم بالتغييرات على كل حال البحوش وهل هناك ضربه جزاء ام لا وضربه جزاء لشبيبه العمران في انتظار التنفيذ طبعا يتقدم احمد البيجي ويسدد ويسجل الهدف الثالث
للشبيبة العمران في دقيقة تقريبا 69 رقم 11. طبعا نتحدث هنا على أحمد الباجي وخطأ والكرة ياخذها طبعا ياسين الصالح يدخل منطقة الجزاء في اتجاه أحمد الباجي سدد مازال الضغط مازال الضغط لشبيبة العمران وماذا يجري الكرة من اليسار مازالت لشبيبة العمران يدخل ياسين الصالح ويطلب احتفاظ بالكرة في ذا الركنية تتنفذ ويدخل ممتاز من مالك الدوكي لمرة أولى ومرة ثانية وياخذها علي المشراوي للضغط على دفاع شبيبة العمران اللي تلعب الكل في الكل التسديدة خارج الإطار التسديدة كالعادة تنفيذ الركنية أحمد البيجي وطويلة ما يأخذهاش محمد العاقل مدخل منذ قليل ويوزع ويدخل مالك الدوكي مازال ضغط على دفاع نادي حمام المباريات ونتابع هذه الركنية باش تكون ثنائية يوزع لؤي زروق والهدف الأول والهدف الأول ممتاز جدا الهدف الأول طبعا لنادي حمام الأنف رقم 21 دخل من إياد رقم 21 رقم 21 طبعا إياد بالحاج خليفة إياد حاج خليفة على كل حال وشوفوا هل موجود في تسلل أم لا الحكم ماذا يقول شوفوا المدرب لطفي القادري وتدخل حكم ينبع على دكة الاحتياط شبيبة العمران يعني مازالوا تقريبا 7 دقائق كل شيء ممكن في كرة القدم على كل حال من سيف الدين الماجري في اتجاه يد الحاج خليفة دخلوا ممتاز جدا حبيب الغرايري هل هناك ضربة جزاء أم لا الحكم الساحة الحكم الساحة يعلن عن وصلة اللاعب ويعلن وصلة اللاعب وتنفذ الكرة ومازال تختيرة ويدخل ممتاز أحمد البيجي مازال الضغط على دفاع شبيبة العمران ممتاز من الجهة اليمنى 1-2 توصل لحبيب الغرايري ويدخل الدفاع التصويرة ممتاز جدا في الدقيقة 83 الدقيقة 83 الدقيقة 83 في كل حال الكرة لنادي حمام الأنف نادي حمام الأنف توصل كرة وتدخل الدفاع مرة أولى ومرة ثانية عمر الزواغي وياخذ رقم 44 سيف الدين الماجري ياخذ فرصة طويلة ويدخل الدفاع مرة أولى ومرة ثانية وفي هذه الآونة بالضبط في هذه الآونة بالضبط تنتهي المباراة إن شاء الله.